لك لا رجحة. الفيسبوك فرض نفسه لغة جديدة للتواصل، إذا لم تتحدثها غابت عنك أشياء، وهذا السبب جعل السياسيين يقتحمون عالم التكنولوجيا الشعبية فيفتحون بأنفسهم مواقع بأسمائهم أو بأسماء وهمية. والملاحظ أن صورة الزعيم تنطبع على صفحته بألوانه المختلفة، ومثلا من غير المستبعد أن يتلت فيسبوك النائب وليد جملاط بسبب استمرار تغيير الفريندز والستيتس. كل خمس شهر بنعمل تشاتينج لايف، فبيكون في كمية كبيرة من الأسئلة، ومعظم الأحيان بتكون قريبة كتير من بعضها. بعد ظهر ساعة 6 بالأول وقتها قالوا لي على الفيسبوك افتح جرب كذا، على الحشرية بلشت، يعني ما استوعبت ليش لشو أهميته، يعني حسيت أنه للناس اللي بتعرفيها منه كتير مهم، بس هي أهم شيء بعتقد للناس ما بتعرف فيها. الشيء المنيح اللي بيلفت النظر انه هن الناس المغتربين بيتابعوا اكثر مننا يمكن ببعض الاحيان، لا شك انه وسيله تواصل كثير مهمه، شرط تبقى مأننة. بحسوا حالهم انه مرتاحين يقولوا كل شيء عندهم، وانا بذات الوقت بحس اني مرتاح جاوبهم بدون حساسيات سياسيه وبدون عندك وقت. انا بعتبر انه هيدي جزء جدي من شغلي. في شخص يعني صديق هو اسمه زياد شامي، هو المعني بمتابعة هذا الموضوع. طبيعي مسألة بدها وقت، بدها يخصص لها يعني شيء معين، أنا مقصر بهذه الناحية، لكن الشباب بيعوضوا ببعض الأحيان. مع الأسف ما بقى عندي وقت بعد النيابة مثل قبل، بس لأني بدي ضلني حافظ على أنه أنا جاوب عليه شخصياً، فهلأ بدي طوله بينهم علي أنه بتأخر لرد. شو مرة حليت شي مشكلة أو؟ إيه أكيد دائما، في كتير أوقات بيطلبوا مني خدمات على الفيسبوك، وأوقات كتير بعطيهم رقم التليفون أو الإيميل ومنتابع. طبيعي مسألة بدها وقت، بدها يخصص لها يعني شيء معين، أنا مقصر بهذه الناحية، لكن الشباب بيعوضوا ببعض الأحيان. ولكن السعادة الأهم من الفيسبوك عندما يجتمع شمل الأصدقاء القدامى. الأصحاب يلي فقدت أثرهم، رجعت في منهم، إيه انبسطت إن رجعت لقيتهم إيه من المدرسة أو هيك، يعني كنت صار لي يمكن فوق 20 سنة ما شفتهم. من فترة رفقاتي بالمرحلة المتوسطة حدا ذكرني وبعت صورة للمجموعة وبعت مجموعة أسماء. رفاق قدامى بيطلعوا بيذكروك بخبرية قديمة كثير يمكن أنت نسيها أو راحت عن بالك، ترجع تذكرها وتفرح فيها. الفيسبوك يدخل إلى الحياة الشخصية بطريقة أو بأخرى، فلا بد أن ترى غزلا بأحد السياسيين أو تهنئة أو معايدة. كتر كتار وقت عيد الميلاد وما كنت منتبه أنه والله ناس عارفة، فبلاقي انه كتير مجموعة بوقتها يعني عبروا عن عاطفة بهذا الموضوع. كان اكتر مرة بتلقى سائل من الرسائل. اكتر فترة ولعت فيها الصفحة تبعك على الفيسبوك وقت اتجوز. طبيعي يعني. ايه بقى ايه اكيد يعني بتعرفي دايما بالمناسبات هيدي وتلقى كتير تهيني وكلمات حلوة، وفعلا يعني كان في كتير بين الوول وبين المساجات كان في يعني كتير ناس عبرت وبشكرها على كل حال على هالشي. معجبات على الفيسبوك هلا بعد هالزواج خسرنا كتير أصوات. إذن مع الفيسبوك رفعت الكلفة بين السياسيين والمواطنين. الفيسبوك قصر المسافات بينك وبين سياسيك المفضلين، وإذا أردت أن تتعرف إليهم أكثر ما عليك إلا أن تضغط سيرتش على بروفايل الخاص، وإذا قاموا بضغط أكسبت ربما تتفاجأ بأن السياسيين من 8 آذار قاموا بأد فريند لسياسيين من 14 آذار، وربما يتشاركون نفس الفوتوز أو يرسلون بلوك أو ريبورت بحق بعضهم، لنكتشف أن السياسة كلها فيسبوك بفيسبوك. من فيسبوك الخاص كلارا جحا، قناة الجديد.